هؤلاء الناس الذين نقول عنهم في كل يوم بحق أنهم أشرف الناس وأكرم الناس، هم أهم عنصر قبل السلاح وقبل المال وقبل التكتيك العسكري وقبل المدرسة العقيدة القتالية والمدرسة العسكرية. هؤلاء الناس، هذه البيئة الحاضنة، هم أهم عنصر قوة بعد الله سبحانه وتعالى تتمتع بها أي حركة مقاومة. الله لا يوفقه سوانا، الله لا يوفقه، نحن أجيال صغيرين، نحن أجيال صغيرين عن الشنشن. الناس الذين يدعمون هذه المقاومة ويشدون على يدها، يقدمون فلذات أكبادهم في صفوفها ويشيعون شهداءها باعتزاز وافتخار، ويصبرون على جراحهم عندما يجرحون، وعلى بيوتهم عندما تدمر، وعلى أرزاقهم عندما تحرق، ويتحملون التهجير عندما يهجرون، ولا يسيئون للمقاومة بكلمة، بل يساندونها بكل قوة ويدعونها إلى الاستمرار. سوريا، معسكرات المنظمات الفلسطينية، مراكز القيادات، مخيمات تدريب، نقاط التواصل والدعم اللوجستي. الله يلعنك، الله يلعنك، والاستهداف في سوريا هو مش بس المقاومة بلبنان، للمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، لأن سوريا كانت حاضنة المقاومة في لبنان وحاضنة المقاومة في فلسطين. يا الله يرحم يا الله يلعن أبوك يا رجال، يلعن أبوك. هذا الظهر وين؟ هاي صلة الوصل القوية وين؟ هي سوريا. ولذلك بدأ التحضير منذ 2006 لضرب هذا الوسط الأساسي في محور المقاومة. بشار الأسد قتلنا، أيوة. نهبنا، أشهر إحنا بنهلو، لأننا قاعدين هون، أشهر من نهلو، لأننا من عبد مي مشرب هون، أشهر إحنا من نهلو، لأننا من نزل. ليش ما بتوصل على محل؟ لأن الذين قاتلوا سنة في اليمن وخمس سنوات في سوريا ليسوا مستعدين للاستسلام وليسوا مستعدين للخضوع. ونوت مباري بالليل الساعة 6 وما شفنا، والله العظيم ما شفنا. وثلاث عمومي تلساتهم صاروا سنتين بالحبس لهلا ما طلعوا، وثلاث عمومي بالليل وعمين بالقبر وسته وابوي مبارد يطلو، الله يطلب ان شاء الله بس راح اقتله بتاعنا بكره اشوفه كله. انتوا بتقدروا تمنعوا سقوط سوريا هذه التي صمدت خمس سنوات؟ بتقدروا تمنعوا سقوطها؟ تذكرت الشغلة لما الجامعة بكبر روح الجامعة مصلي قولي ما ظل في شيء تشتتنا. إذن في تقطيع وقت، في المزيد من الكيد، المزيد من سفك الدماء، والمزيد من المكر السياسي والإعلامي الذي يحتاج في المقابل منا في كل دول المنطقة، بلبنان، بسوريا، بالعراق، بإيران، بالبحرين، بدول الخليج، باليمن، بفلسطين، بكل دول المنطقة، إلى الانتباه، إلى عدم الغفلة، إلى الحذر، وإلى مزيد من الحضور في الميادين والساحات لنعرف هالمنطقة بالحد الأدنى خلال بقية الربيع والصيف، خلال هالست سبعة أشهر وثمان أشهر لوين رايح. كنا في الصبح بكير نتحمى من نلبس ثيابنا الجديدة، هلا فقط تذكرت أمي، تذكرت أمي كانت تمشطنا الصبح، طالعنا على العيد روح عيد العب مع رفقاتي، هالدور ما في حدا هوني، يمشطنا وروح العب مع رفقاتي تحمام.
لصمود إيران، لاستمرار الانتفاضة في البحرين، إلى 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 إلى. هذا المشروع لحقت به هزائم، مطلوب مزيد من الصبر والصمود والثقة واليقين بالله عز وجل. نستطيع أن نلحق الهزيمة إن شاء الله بهذا المشروع وبكل مفردات هذا المشروع. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه، فإنهم لا يعجزونك.